في الحكمة الإلهية تعددت الأفهام ولم تخلق على نمط واحد، ولحكمة إلهية وجدت الأدلة الشرعية التي تحتمل أكثر من وجهة وأكثر من معنى، وكأنما وجدت لرياضة الأفهام والعقول والدعوة الدائمة إلى البحث والاجتهاد وإبداء الرأي كميدان مثوبة وأجر من الله، أجران للمصيب وأجر للمخطئ، وكضرورة ملازمة للمتغيرات حتى تزدهر الحياة وتنمو في ظل قواعد الإسلام ووفق أصوله وضوابطه التي تمنع الانحراف وتعصم العقول من الشطط. من هنا جاء منطلق تأليف كتاب الضياء للعلامة العوتبي، إذ هو سلم بن مسلم بن إبراهيم العوتبي مؤرخ نسابة وفقيه أصولي ومتكلم لغوي. ولد فيما يظهر بقرية عوتب من أعمال صحارب، واشتهرت نسبته إليهما، أما انتماؤه إلى الأزد فلكونه من بني طاحية على رأي المؤرخ البطاشي، أو من بني العتيق على رأي الشيخ أحمد بن سعود السيابي، وطاحية والعتيق أبناء عم كلهم يرجعون إلى الأزد. يكنى بأبي المنذر، ويرد في بعض الكتب والمخطوطات تكنيته بأبي إبراهيم. وقد قام العلامة العوتبي بتأليف كتاب الضياء، إذ هو موسوعة فقهية جامعة لآراء الإباضية وغيرهم من المذاهب الإسلامية، مع عمق البحث وقوة التأصيل والتحقيق، مصطبغة بصبغة أدبية بارزة تمثلت في حسن العبارة ورصانتها والشرح اللغوي للمصطلحات والترتيب الجيد للمسائل والأبواب. ألفه العوتبي بسبب ما وجده في عصره من دروس آثار المسلمين وطموس إيثار الدين وذهاب المذهب ومتحمليه وقلة طالبيه ومنتحليه، وافتتحه بأبواب في العلم والعقيدة وأصول الفقه، ثم شرع في مواضيع الفقه التي هي أساس الكتاب. ففي كتاب الضياء مثلا نجد قوله في الجزء الثاني في الصفحة 37 بعد 200: والقرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب فيها الحقيقة والمجاز والإطالة والإيجاز والتوكيد والاختصار والحذف والتكرار والكناية والإضمار والحكاية والاتساع والاستعارة والاتباع والإشمام والإشباع والاشتقاق والترخيم والإغراء والإدغام والأضداد والمقلوب والجوار والمنقول والإبدال والمعدول والمعاريض والنقص والزيادة والتقديم والتأخير والتعظيم والتصغير، ومخاطبة الواحد بلفظ الاثنين والاثنين بلفظ الواحد، ومخاطبة الغائب بلفظ الشاهد والشاهد بلفظ الغائب، وذكر الشيء بسببه وذكر سببه به. وكل ذلك قد جاء في القرآن وقد ذكرته في كتاب الإبانة، فلم أعده هاهنا للاختصار. طبع من الضياء 18 جزءا بين سنوات 1411 و1416 للهجرة، من غير تحقيق وعلى غير ترتيب لأجزاء الكتاب. والحقيقة أن المطبوع 17 جزءا، إذ لا وجود للجزء السابع بينها بسبب خطأ وقع في الترقيم، إضافة إلى عدم اكتماله، فثمة أجزاء منه لا تزال مخطوطة. واشتهر عند أهل عمان أنه في 24 جزءا، كما أكد ذلك النور السالمي في اللمعة المرضية، إلا أن العلامة البرادي من علماء المغاربة ذكر في رسالتيه اللتين قيد فيهما كتب الأصحاب خلاف ذلك. ونسخ الضياء المخطوطة متبعثرة في المكتبات العمانية والمغربية، وهي حقيقة بالجمع والتحقيق. وقد اعتنى الشيخ أبو مالك عامر بن خميس المالكي سنة 1346 للهجرة في السنين الأخيرة بجمع نسخ الضياء، وجلب 3 أو 4 من الكتاب من أجل نسخه، وقيل بأنه اجتمع عنده من أجزائه 23 جزءا. وقل أن تجد كتابا فقهيا إباضيا مشرقيا أو مغربيا يخلو من نقل عن الضياء.